محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة حياك الله الله. دكتور محمد، وحيا الله ضيفك حياكم الله الشيخ على خالد صوتكم. الوصابي، وحيا الله جميع المشاهدين الكرام، ومبارك عليكم شهر رمضان المبارك، ونسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يجمع شمل الأمة في هذا الشهر الكريم الفضيل على الخير والبركة وحب الله سبحانه وتعالى وحب رسله عليه وعترة الصلاة والسلام. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أول شيء بالنسبة لموضوع الخلافة والإمامة والحجية، حجية الله سبحانه تعالى على الخلق، نبدأ إن شاء الله تعالى ونطرح، لا أن الشيخ خالد الوصابي يطرح 12 سؤالا أو 14 سؤالا أو 20 سؤالا، هذا الأمر غير مقبول ابتداء، يعني نطرح كل مداخلته ويكون السجال والنقاش فيما بيننا لكل وقته إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قبل يعني مسألة الخوض في تعاريف الإمامة لغة واصطلاحا، نطرح مسألة الإمامة بالشكل الذي يفهمه أي إنسان، وهو هل إن هناك تسلطا لمخلوق على مخلوق؟ هل أن الله سبحانه وتعالى فرض طاعة مخلوق على سائر البشر؟ أم أن الطاعة ابتداء والأصل الأصيل هو أن الطاعة لله سبحانه وتعالى على جميع البشر؟ نعم هذا أصل أصيل وثابت ويتفق عليه كل أهل التوحيد، نعم بأن الواجب الطاعة، الحكم، الحجية، فرض الطاعة هي لله سبحانه وتعالى. نعم خرجنا عن هذا الأصل إلى الالتزام بطاعة الأنبياء وحجية الأنبياء والائتمام بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام بنص شرعي قطعي الدلالة والصدور، نعم وهو إثبات أن الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع عليم، إلى آخره من الآيات التي توجب طاعة الأنبياء سلام الله تعالى عليهم، وأنه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. نعم فهذا الأصل الأصيل يجب أن يحرر أولا، نعم وهو بأننا نلتزم، حتى تعرف الناس العقيدة، عقيدة أهل السنة وعقيدة أتباع وشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من هو الموافق للقرآن الكريم وللسنة النبوية المحمدية المشرفة، ومن هو الذي خالف هذه السنة. فهنا عندنا أصل أصيل، أصل ثابت يتفق عليه، كلمة سواء متفق عليها بيننا وبينكم، نعم وهو أنه لا طاعة إلا لله سبحانه وتعالى. خرجنا أو أثبتنا طاعة الأنبياء سلام الله تعالى عليهم للنص عليهم. عندما نريد أن نخرج عن أو نقول بطاعة غير الأنبياء سلام الله تعالى عليهم، أو فرض حجية غير الأنبياء، أو الائتمام بغير الأنبياء، أو تسلط أناس غير الأنبياء، لابد أن نأتي بدليل قطعي الصدور، قطعي الدلالة، حتى نخرج عن هذا الأصل الذي تكلمت عنه، الذي هو ثابت بأدلة شرعية قطعية الدلالة والصدور. نعم هذا الأمر الأول الذي يجب أن نبدأ به، الذي يجب أن نؤصل له، حتى طيب تعرف الناس ما يعني هي انا نقطة الصفر شيخ نازل، وما هي المراحل التي سوف نمر بها إن شاء الله تعالى لمسألة تعريف الإمامة، معرفة الإمامة، هذا بصورة شكرا مختصرة، بصورة شكرا، انتهت مبسطة. 3 دقائق لك شيخ نعم نازل في المهدي، المهدي قادم قادم، ناصر ناصر للثوار، المهدي المهدي ثائر ثائر، شاهد شاهد سيف الثار، المهدي المهدي فجر فجر للأحرار، المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا هيهات، المهدي المهدي يصدح يصدح إلا
يصبح إن حسينا لا مات. المهدي المهدي فجر فجر للثورة.